لا يمكن ردعهم إلا بالإسراع في توحيد الصف الوطني عبر تشكيل لجان حماية شعبية في كل قرية وموقع تضم جميع القوى بدون استثناء لمواجهة المستوطنين وتكرار تجربة قسرة الناجحة في منطقة نابلس. لابد من وقفة من أجل استعادة الوحدة، من أجل طي صفحة الانقسام الكارثي والذهاب إلى وحدة وطنية حقيقية في الميدان، من أجل استنهاض كل الجهود لمواجهة الاحتلال. كل الخيارات مفتوحة الآن أمام الشعب الفلسطيني، أمام هذه الجرائم التي تمارسها دولة الاحتلال، وبالتالي التلاقي الوطني على قاعدة مجابهة هذا الاحتلال أصبحت ضرورة ملحة وممر إجباري. مغادرة مربع الانقسام والرهان على الإدارة الأمريكية وعلى المفاوضات والحلول الثنائية بالدعوة الفورية والعاجلة لعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير لتنفيذ اتفاق المصالحة والخروج بالشعب الفلسطيني من دائرة الأزمة الوطنية الشاملة وفقدان الثقة الذي يتزايد في القيادة الفلسطينية.